جامعة الدول العربية تتخذ قرارا بعودة نظام بشار الأسد إلى الجامعة بعد أكثر من عقد من الغياب، فما هي دوافع هذا القرار وما هي مآلاته؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المشهد تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا مقعدها بالجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من 10 سنوات. تأتي الخطوة في سياق مسعى إقليمي لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، وهذا رغم اعتراض كثير من الأطراف الدولية والإقليمية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. فما هي دلالات هذه العودة وما هي مآلاتها؟ نتابع التقرير ثم نشرع في النقاش. كشف بيان صادر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة عن معاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 11 عاما إثر اندلاع احتجاجات تحولت إلى نزاع دام. قطعت بعدها عدة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011. وفي العام 2018 ظهرت مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق، بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في العاصمة السورية. ويأتي إعلان مجلس جامعة الدول العربية قبل 10 أيام من القمة العربية العادية التي ستعقد في السعودية في 19 مايو الحالي مع تكهنات بحضور بشار الأسد من عدمه. عودة سوريا لحضنها العربي يراها محللون خطوات لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي أضرت بالملف السوري بشكل فادح، معتبرين أنه من الأهمية بمكان المضي قدما في تبني هذه الآراء والبناء عليها خدمة للشعب السوري الذي تجاوز عدد المهجرين منها 5 ملايين وفق الأمم المتحدة. لكن بالمقابل تطرح جدية النظام السوري الذي رحبت خارجيته بالقرار في العودة لشغل منصبه في هذه المرحلة التي تراها قوى دولية من بينها واشنطن التي انتقدت القرار قائلة إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، مشككة في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب في بلاده. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل حمدي. مرحبا بك أستاذ عادل. شكرا لك أستاذ سمير ومشاهدك الكرام. شكرا لك، بارك الله فيك. ومعي كذلك من تركيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد سعدو. أستاذ أحمد مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. ودعني أبدأ معك أستاذ أحمد بالسؤال عن ردة موقفكم كسوريين أنتم من هذا القرار، قرار الجامعة بإعادة نظام بشار إلى الجامعة. كل التحية لكم والضيف الكريم وللمشاهدين جميعا. باعتقادي أن هذه المسألة يعني أتت بالتدريج وكانت متوقعة خلال الأيام الماضية، لأنها بدأت منذ سنوات بتطبيع كما أشار تقريركم من بعض الأنظمة العربية مع التحفظات الأمريكية في حينها، لكن فيما بعد استمرت المسألة وخاصة بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب الشمال سوريا وجنوب تركيا، وتسلل الكثير من النظم العربية بحجة المساعدات الإنسانية إلى دمشق وبالتالي إجراء علاقات ما في وقت شهدت فيه الحالة السياسية العامة صمتا أمريكيا أو إن صح التعبير غض نظر أمريكي حول هذه المسألة. لكن عموما السوريون ماضون في ثورتهم، لم تنتهي الثورة
مع علاقات أعيدت مع هذا النظام الذي أجرم بحق شعبه وقتل ما ينوف عن مليون شهيد حتى الآن، وهجر أكثر من 14 مليونا بين نازح إلى الشمال السوري ومهجرا في بلاد اللجوء حيث لا يعرف السوري أين يلجأ. باعتقادي أن هذه المسألة لها علاقة بالنظم والنظام الرسمي العربي الذي بالأساس يعني عندما تم قطع أو تجميد العلاقة مع النظام وإخراجه من الجامعة العربية لفترة مؤقتة كانت أساساً ليست فقط حفاظاً على الدماء السورية ونتيجة العنف الممارس ضد السوريين، بل كانت لأن النظام نظام دمشق في حينها رفض في نوفمبر 2011 رفض المبادرة العربية التي جاءت لتحل المسألة السورية في وقتها ومنذ بداياتها. فبالتالي اليوم لم يتغير شيء، يعني عندما يتحدث البعض على أنه تغيرات ما ليس هناك أي تغير لدى هذا النظام، وما زال الحل الأمني العسكري هو الملاذ الأساسي له. في اللحظة التي كان يوقع فيها قرار إعادته من قبل الجامعة العربية كان يقصف هذا النظام شعبه في شمال سوريا في ريف اللاذقية أمس. يعني بمعنى آخر كسوريين كمواطنين عودته من عدمها لا تغير شيئا بالنسبة إليكم؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد هذا النظام ساقط منذ أن قتل شعبه وأصبحت الدماء السورية رخيصة بين يديه. أنا قلت لك المسألة ليس سهلة عند السوريين أن يأتي نظام ما حاكم في دمشق ليقتل ما ينوف عن مليون شخص، هذه مسألة لن يغفر له الزمن حتى لو كان طليقا. هذا النظام الذي مارس كل أنواع القهر، يعني هل هناك نظام يقتل شعبه بالكيماوي؟ أثبتت الأمم المتحدة وإجراءات الدولية وحقوق الإنسان أن هذا النظام أكثر من 20 مرة ضرب كيماوي على شعبه. نعم. هذا الذي فعل هكذا هل يمكن أن يغفر له مجرد عودته للجامعة العربية؟ فليعود، هو نظام رسمي سوري أو عربي يعودون إلى بعضهم وفق مصالح وأجندات معينة ووفق سياسات دولية تعاد أو يعاد رسمها في المنطقة على ما يبدو من جديد، لها علاقة طبعا بالتفاهمات التي حصلت مؤخرا بين إيران والسعودية. ابقى معي أستاذ أحمد، أعود إليك بعد قليل. مشكور أستاذ عادل. لو حبينا نسأل أو نتحدث عن الأسباب التي شجعت هذه الأنظمة العربية، كانت هناك محاولة لإعادتها حتى في قمة الجزائر الأخيرة وفشلت هذه المساعي، الآن تعود من جديد والقمة القادمة في شهر مايو في السعودية سيكون نظام سوري ممثلا في الجامعة. ما هي الأسباب، دعنا نقول ما هي المعطيات الجديدة التي دفعت الأنظمة العربية لهذا القرار؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة. كانت خطوة متوقعة منذ زمن بعيد، كان النظام الجزائري ليس جديدا عليه أن يقول أو أن يدعو إلى إعادة أو تفعيل دور النظام السوري في الجامعة العربية. كان سابقا منذ قرار أصلا تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية كان النظام الجزائري ضد هذا القرار. نعم. ومنذ تولي الجزائر لرئاسة القمة العربية كان هنالك مسعى لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، واليوم اتصل بشار الأسد رئيس النظام السوري بالرئيس عبد المجيد تبون وشكره وشكر دور الجزائر على هذا الذي جرى، أي إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية. أعتقد بأنه الأمر عاد قوته، وأن على الشعوب العربية الآن أن تعدل عقارب ساعتها مع العربية. وربما أشير هنا قبل أن ننهي الكلمة إلى بيان وزارة الخارجية المغربية، كان بيانا فيه كثير من التفاصيل وكثير من الدقة حول شروط استعادة نظام بشار الأسد لعضويته في الجامعة العربية، وهي ربما شروط فيها كثير من التوضيحات ومخاوف من أن هذه العودة مشروطة بالقرار الأممي 2254، أي الانتقال السلمي في سوريا والحوار. هل أن هذا الحوار سوف يجري تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أم تحت إشراف النظام السوري؟ هذه كلها ما زلنا لم نعرفها بعد، لكن ربما الموقف أيضا القطري موقف مهم للغاية، حيث أعلن بأن هذا قرار الجامعة العربية لا يعني عمليا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، وهذه رسالة قوية أيضا مرة أخرى إلى أن هنالك شرخا وانقساما في الموقف العربي من المسألة السورية. أستاذ أحمد سعد، يعني هل يمكن قول أن هناك أطرافا ما فرضت على هذه الأنظمة العربية أو بعض الأنظمة العربية إعادة نظام الأسد إلى الجامعة الدول العربية؟ ما الذي يعني فعلا تغير
حتى يقع التقرير بشأن هذه العودة، تقرير بالإيجاب طبعا. نعم بكل تأكيد، هو التفاهم الذي أعلن عنه في 10 آذار الماضي في الصين بين السعودية وإيران، هذا هو الذي جعل المسألة تنقلب على عقبها كما يقال. أنا باعتقادي أنه كل يعني المسائل الأخرى هي يعني تحصيل حاصل، لكن المشكلة الأساسية هناك صراع في المنطقة بين بعض الدول العربية وخاصة الدول الخليجية وإيران. هذا الصراع عن طريق الصين تم حله، واليوم يعني رويدا رويدا يجري فتح الملفات وإنهاءها، سواء كان في اليمن أو في العراق أو في لبنان أو في سوريا. باعتقادي أنه ما دون في هذا السياق، ومن ثم فإن المتغير الأساسي هو هذا التفاهم الذي حصل. وأعتقد أن كل ما يجري حاليا من إسراع سعودي وإسراع خليجي باتجاه عودة هذا النظام الجامعة العربية هو يأتي في إطار تحصيل كل ما تم التفاهم مع الإيرانيين من شأنه. وطبعا إيران هي كما نعلم هي راعية هذا النظام، وهو تابع لها منذ فترة طويلة، ولولا النظام الإيراني وروسيا لانتهى. طيب أستاذ أحمد، الآن على الأرض ما الذي سيتغير؟ يعني هل يمكن أن نشهد مزيد من العنف من قبل النظام، على اعتبار أنه الآن صار آمنا للعقوبة، وكأنه عودته شكل من الأشكال من فتح المجال أمامه ليفعل ما يشاء وبدون تكلفة؟ يعني هو هذا النظام لم يتوقف يوما عن إلقاء القنابل والمتفجرات والقصف على الشعب السوري على الإطلاق. يعني تصور أن هناك اتفاق أو تفاهم حصل في آذار 2020 بالنسبة للشمال السوري، منطقة إدلب تحديدا. هذا التفاهم كان برعاية روسية تركية فيما يخص إدلب تحديدا. منذ 20 يفترض أن وقف إطلاق نار وانتهى الموضوع على الأقل مؤقتا، وهو اتفاق مؤقت. لم يمر يوم واحد على الإطلاق بجبل الزاوية وأريحة وكل تلك المنطقة M4 إلا وفيه قصفا واعتداء من قبل النظام على الناس، على الناس الأبرياء الذين بالأساس يعني فروا من جحيمه في الجنوب وفي مناطق أخرى وصولا إلى الشمال، بعيدا عنه وعن قمعه واعتقالاته وإلى آخره. أنا باعتقاد النظام هو سياسته قمعية عدوانية تجاه شعبه، وهو أصلا لا يمكن أن يلجي الحل السياسي. هناك وهم لدى بعض الأطراف العربية ولوجه في الحل السياسي، أي حل سياسي، هذا لا يفهم الحل السياسي. هذا النظام هو بالأساس يعتقد جازما بدعم إيراني واضح المعالم ضمن المشروع الإيراني بين قوسين الممانعة، أن الشعب السوري وقف ضده وحاول إسقاطه، وهو بالتالي اليوم سيلقن هذا الشعب درسا لن ينساه، ويستمر في القمع والقتل. المقتلة الأسدية مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهائه هو بالتأكيد. وهذه طيب. مسألة طبعا يتحمل مسؤوليتها النظام العربي الرسمي لا شك في ذلك، لأنه اليوم أعاده في وقت لم يغير أي شيء. يعني هذه الشروط التي قيل عنها ليست شروطا حقيقة، هناك شيء أهم بالنسبة لهم، موضوع الكبتاغون. هم حقيقة الأهم حاليا لجمه في موضوع الكبتاغون، وقد يعني لاحظنا اليوم كيف تم التوافق بين النظام السوري والأردن على قصف منطقة في الجنوب يعتقد أنها معمل للكبتاغون. إذا بمعنى آخر، الدول العربية التي سوقت لهذا النظام لعودته هي تريد حقيقة وقف الكبتاغون الذي أصبح خطرا ليس على الدول العربية المحيطة فقط. تقصد هذه الحبوب المخدرة؟ نعم نعم، ونعرف أن قانون كبتاغون صدر بأمريكا وسوف طيب. ينفذ اعتبارا حزيران القادم، ومع ذلك أمريكا حتى أمريكا هي متراخية في المسألة السورية وليست جادة. أنا بتصور لو أن هناك جدية أمريكية حقيقية في موضوع الملف السوري لما استطاعت الدول العربية أن تعيد هذا النظام إلى حاضرة المجتمع أو الجامعة العربية على الإطلاق. ابقى معي أستاذ أحمد، ابقى معي أستاذ أحمد عادل. فيما يتعلق بمسؤولية النظام العربي على إعادة النظام السوري، يعني ما هي، هل يمكن القول أنه يعني حينما أمنت هذه الأنظمة العربية ردة فعل الشعب بما يسمى بانتهاء وإغلاق قوس الربيع العربي كان ذلك أحد أسباب كذلك التجرؤ على إعادة نظام الأسد إلى حضن ما يسمى حضن الجامعة العربية؟ يعني هل نتائج الربيع العربي أحد أسباب فتح المجال من جديد لهذا النظام؟ شوف سمير، النظام الجزائري منذ وقت طويل كان قد قدم
وصفته للمجتمع الدولي بأنه وخاصة لوكلائه في المنطقة أو على الأقل هم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بأنه قادر على ترويض الشعوب العربية وترويض الثورات العربية، وقد كان ذلك واضحا في موقفه من الثورة التونسية ووقوفه ودعمه للرئيس قيس سعيد خلال الفترة الماضية منذ 25 من تموز يوليو من عام 2021. وقد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون ذلك صراحة في حواره مع قناة الجزيرة. الآن يأتي الدور على سوريا، وتريد الجزائر أو النظام الجزائري يريد أن يقول، لكن مش النظام الجزائري فقط، هذه الأنظمة العربية هناك إجماع على عودة لا ليس هناك سوريا. إجماع والدليل وليس هناك إجماع، والدليل على ذلك الموقف القطري، والدليل على ذلك الموقف القطري، والدليل على ذلك ما قلته لك، وزارة الخارجية المغربية قالت بأن استعادة يعني هناك إذا لا فيش اجتماع بمعنى أغلبية، أقصد أغلبية بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا بأن منطق القوة ومنطق السيف هو الأقوى، وأن الأحلام الشعوب العربية كما قلت مرة أخرى بالديمقراطية والحرية هذه أحلام يجب أن تكون على الهامش ولا يمكن الأخذ بها. هل أن هذا القرار، قرار استعادة النظام العربي الرسمي وقرار القوة، قادر على تغيير عقارب الساعة وقادر على تغيير وعي الشعوب وعلى ردم هذه الثورات؟ أنا أعتقد بأن الأمر مختلف بالنسبة لسوريا. نحن نتحدث الآن عن 1,000,000 شهيد في سوريا، نتحدث عن نصف الشعب السوري الآن مشرد، نتحدث عن أجيال جديدة، عن واقع سوري جديد، نتحدث عن خارطة اجتماعية وسياسية وإثنية مختلفة تماما في الشرق الأوسط. وبالتالي القول بأن منطق القوة هو الذي انتصر وأن النظام العربي الرسمي سيفرض إرادته، أعتقد بأن هذا من المبكر، لأن الواقع يعني تتوقع ستستمر المقاومة، مقاومة النظام السوري، الشعب السوري لهذا النظام. النظام السوري بالمناسبة النظام السوري ما زال لم يسيطر على كامل الأراضي السورية، ما زالت هناك مناطق محررة، ما زالت هناك قوى دولية ومجتمع دولي لا يريد أن يتعامل مع النظام السوري، ولا أعتقد بأن نظاما دوليا بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاتحاد الأوروبي يمكنها مرة أخرى أن تتجرأ مهما كانت ازدواجية المعايير ومهما كانت صفاقة الأخلاق الغربية في التعامل مع ملف الحريات والديمقراطية في العالم العربي. لا أعتقد بأن دولا اتهمت نظاما باستخدام الكيميائي ضد شعبه ولديها الدلائل على ذلك يمكنها الآن أن تتعامل مع النظام السوري. لكن مرة أخرى ربما المهم، الرسالة الأهم سمير ليست هي هذه، الرسالة الأهم هي للشعوب العربية من الدول الغربية، يريدون أن يقولون لشعوبنا لنا نحن بأننا لسنا نحن الذين نفرض عليكم الدكتاتورية والعودة إلى الوراء والثورات المضادة، وإنما أنظمتكم هي التي تفرض عليكم ذلك وبالقوة. والدليل على ذلك انظروا ماذا الآن رئاسة القمة العربية تقول لكم بأننا الآن أنهينا هذا الأمر. النقطة الأخيرة وهو الاتصال الذي جرى اليوم الهاتفي بين الرئيسين بشار الأسد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد شكر فيه الرئيس بشار الأسد صراحة النظام الجزائري على دوره في إعادة تفعيل جميع دور أو النظام السوري في الجامعة العربية، وقال بأنهما اتفقا على تفعيل وتكثيف العلاقات بما يعيد للنظام السوري ولسوريا موقعها في النظام العربي الرسمي. نفس الموقف يتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد. طبعا انا قلت لك بان النظام بان الرئيس قيس سعيد كان منذ السابق اتخذه مع البوليزاريو، وحتى الرئيس قيس سعيد لم يتخذ حتى مع نظام بشار الاسد، الرئيس قيس سعيد فرش، وهذا كله بسبب سيطره او تاثير النظام الجزائري. طبعا هو فرش السجاد الاحمر لزعيم البوليزاريو في في اجتماع الاتحاد الافريقي سابقا في تونس، وهذه كانت بالنسبه او في قمه الفرنكفونيه، وهذا كان بالنسبة للدبلوماسية التونسية خطأ وزلة اعتذرت عنها أو وضحتها الدبلوماسية التونسية، وكثير من المراقبين التونسيين قالوا بأن هذا كان خطأ. وبالتالي فدور النظام الجزائري في إعادة رسم الخارطة السياسية
في الوطن العربي دور واضح المعالم، وهو دور يستقوي ليس فقط بالموقع الجغرافي الجزائر، وإنما يستقوي بثروات الجزائر، ويستخدم الثروات الباطنية أي النفط والغاز الجزائري من أجل التأثير وشراء المواقف العربية والدولية لإعادة رسم معالم الخارطة السياسية. لكن مرة أخرى أقول بأن هذا الجهد أو هذا الدور محكوم أيضا بمواقف إقليمية ودولية أخرى ربما لا تسعف العرب أو النظام العربي الرسمي في فرض إرادته على الشعوب. أستاذ أحمد سعدو، يعني عمليا هناك ثورة سورية وهناك أراضي محررة تسمى ليس تحت سيطرة النظام، ما مصير كل هذا الذي على الأقل حققته الثورة السورية في أكثر من 10 أعوام من بداية دعنا نقول الثورة إلى اليوم؟ هناك أراضي حررت، هناك كذلك كثير من الأنظمة العربية بعد عودة النظام هذا السوري إلى الجامعة ربما تخلت في نهاية الأمر عن دعم الثورة ومن يمثلون الثورة. من بقي دعنا نقول للسوريين وللثوار هناك في المناطق المحررة إدلب وغيرها لاستمرار هذه المواجهة، للصمود دعنا نقول، لعدم خسران ما وقع تحقيقه إلى حد الآن؟ لا شك أن المسألة صعبة بالتأكيد، ويعني يشعر السوريون عموما بالخذلان نتيجة القرار العربي بإعادة هذا المجرم إلى جامعة الدول العربية، لا شك في ذلك، وسوف يترك آثاره بالتأكيد على مجمل الحالة السورية والمسألة السورية برمتها. لكن مع ذلك موضوع الإصرار والإرادة ما زالت هي متوفرة وموجودة لدى كل السوريين. لم نرى أحدا يتحدث عن ما قيل أنه الواقعية السياسية بالتعاطي مع هذه المسألة على الإطلاق. هناك من يقول أن هذا النظام كان مجرما، وهو من قتل وأباه من قتل في الثمانينات في حماة أكثر من 30,000 وإلى آخره، فهو مستمر الشعب السوري في مقاومته، وبالتالي من حقه أن يقاوم. وباعتقادي أنه في الشمال السوري نعرف أن المناطق يسيطر عليها أكثر من جهة وأكثر من مكان، وحتى في موضوع قسد وموضوع الأكراد حتى الآن أيضا لا قدرة لهذا النظام على بسط نفوذه في مناطق الأكراد أو في شمال الشرق التي تسمى مناطق الحكم الذاتي. أنا باعتقادي أن المسألة مستمرة، وليس هناك بالأفق والمنظور القريب حل للمسألة السورية إلا إذا كان فعلا هناك من أقنع هذا النظام، وهو لن يقتنع أنا بتصوري على الولوج في الحل السياسي. الحل السياسي بعيد المنال ما زال حتى الآن، بدلالة أن اللجنة الدستورية التي قيل أنها ستنتج حلا سياسيا 8 جولات متتابعة في اللجنة الدستورية على مدى 2.5 سنين لم تنتج ولا مادة واحدة ولا جملة واحدة بالتوافق مع هذا النظام. هو يريد أن يسوف وهو يريد أن يلعب على الوقت، وأيضا هناك من يدعمه، واليوم باعتقادي أنه سيستمر في غيه واستمراره بأنه لن يلجئ الحل السياسي لأنه اعتقد واهما أنه انتصر على شعبه. وهذه مسألة طبعا يرددها إعلام النظام باستمرار، وتردها إيران أيضا أنه انتصر، وبالتالي جاء الرئيس الإيراني ووقع أكثر من 15 اتفاقية مع هذا النظام من أجل استمرار بقاء إيران في المنطقة وفي سوريا خاصة. بتصوري أن مسألة حمالة أوجه، ما زالت هناك الكثير من المسائل التي يمكن الحديث عنها. باعتقادي حتى هناك مراجعات في إطار المعارضة السورية، هناك بؤس في التعاطي مع هذه القضايا، ما زال هناك الكثير من المعارضة الرسمية السورية إن صح التعبير يعني قد فقدت بريقها ولم تعد تصلح للمرحلة القادمة، لابد من إعادة انتفاضة حتى. طيب أستاذ أحمد، من بقي داعما من الأنظمة دعنا نقول للثورة السورية؟ يعني الذي أعلن حتى الآن بالنسبة للأنظمة، يعني بالنسبة للقطر موقفه واضح، وأيضا تركيا حتى الآن. هلا هناك محاولات تركية كانت مع باتجاه حلحلة المسألة والتطبيع مع النظام، لكنها لم تؤتي أكل لأن إيران تدخلت في الموضوع، ومن ثم فإن المسألة ما زالت طويلة الأمد. أنا باعتقادي كانوا الأتراك يريدون استفادة ما لها علاقة بالانتخابات التي أصبحت على الأبواب، ولم يعد الوقت متاحا حاليا للاستفادة منها. لذلك ليس هناك حاليا بتصوري من توافقات واتفاقات حتى بين الدولة التركية
وهذا النظام، ومن ثم فإن الوضع سيبقى قائما، والمؤقت لن يتراجع عن كونه مؤقتا، سيبقى مؤقتا. ولا أتحدث هنا عن ترويج لتقسيم سوريا، لا قدر الله. طبعا بالتأكيد السوريون لا يبغون تقسيم سوريا شمالا وجنوبا شرقا وغربا على الإطلاق، لكن هناك اشتغال في السياسة والعسكري تاريا أيضا من أجل الوصول إلى سوريا الحرة الديمقراطية، واضح، جميع بلا استثناء. وليست الشعب السوري لم يتحرك يوما من اجل ان يكون في مواجهه فئه ما او طائفه، نعم، ما على الاطلاق. وهذه ليست الثوره السوريه، الثوره السوريه خرجت من اجل حريتها وكرامتها. شكرا جزيلا لك استاذ احمد سعد الكاتب الصحفي، كنت معي من تركيا، شكرا جزيلا لك. في كلمه مختصره ختاميه فيما يتعلق بالملف السوري والثوره السوريه ومستقبل، هل ترى فعلا هناك امكانيه لاستمرار الثورة؟ فقدت كثير من داعميها على الأقل المستوى الرسمي. طبعا بالتأكيد الثورة السورية فقدت كثير من داعميها، تغيرت الأوضاع بشكل كبير. سوريا ما قبل 2011 هي ليست سوريا ما بعد الآن 2023، سوريا الآن تغيرت بشكل كامل. لم تعد، أنا أعتقد بأنه حتى القول بأن هنالك جمهورية عربية سورية، أعتقد هذا فيه تجاوز كبير، بالدليل على أنه الآن إيران وميليشياتها لها دور كبير في سوريا، وهي تلعب دورا رئيسيا. لا شك أنه لا يوجد عربي ولا مسلم حتى إلا ويأمل في أن تضع الحرب أوزارها، وأن يتم حماية الدم العربي والدم الإنساني بشكل عام. لا أحد من الناس يمكنه أن يدعم هذا عملية القتل التي تجري. لكن مرة أخرى، ربما الحرية والانتقال الديمقراطي وحرية الشعوب وحق العرب في أن يحاسبوا حكامهم ويختاروا حكامهم ذهب ضحية لشعار أكبر من هذا، وهو شعار ردم ما يسمى بالإسلام السياسي وهزيمة الإسلام السياسي في المنطقة العربية. وتحت هذا الشعار يتم تمرير كل المطالب، بما في ذلك مطلب وعد حلم الشعوب العربية بأن تكون مثلها مثل بقية الشعوب في الحرية والديمقراطية. انظر مثلا سمير الآن إلى السوريين، عندما 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 نشب الاقتتال في السودان، اللاجئون السوريون أين ذهبوا؟ لا أحد، لم تفتح لهم لا الجزائر ولا أي دولة من الدول العربية، ولا المغرب، ولا المغرب، ولا أي دولة، ولا تونس، ولا أي دولة. نعم. من فتح لهم الباب وقال لهم تعالوا أنتم آمنون؟ هي تركيا، هي تركيا التي فتحت لهم الباب وقالت لهم تعالوا فأنتم آمنون في تركيا. فإذا إذا كانت الأنظمة العربية مع الشعب السوري ومع حماية الشعب السوري، فلماذا لا تحمي هذه العائلات التي هجرها النظام السوري وهجرتها الميليشيات الطائفية التي أتى بها من كل مكان؟ شكرا جزيلا عادل حامد، ستبقى معي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود.